أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج أبواب السعادة. موضوع حلقتنا النهاردة عن المشاكل الأسرية وما يتأتى عليها من انفصال وتفكك أسري. ومعانا ضيفنا اللي منورنا الأستاذ وليد زهران المحامي والناشط الحقوقي والمرشح لعضوية مجلس النقابة العامة. أهلا بيك يا أستاذ وليد بيك. منورنا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ وليد، منورنا ومشرفنا بجد ومبسوطين جدا إن حضرتك موجود معانا يعني. شكرا. ما هي حقوق الشرعية في دعوة الطلاق للضرورة؟ الطلاق الضرر. طلاق الضرر. عامة احنا ما بنشجعش على الطلاق. عامة يعني في مصر بنحاول يكون عندنا حاجة اسمها ثقافة زواج. لأن الزواج مبني عامة على المودة والرحمة. فلما بتحصل مشاكل وبنتطرق للقضايا في المحاكم مبدئيا برضو بنحب نشير إن رول محكمة الأسرة الآن أصبح مخيف. واحنا بنناشد كل أجهزة الدولة التدخل السريع بما في ذلك مؤسسات الأزهر ومنظمات المجتمع المدني وكل المؤسسات اللي بتشتغل في المجال الاجتماعي انهم على الأقل يحافظوا على نواة المجتمع اللي هي الأسرة. تمام. أما بالنسبة للموضوع اللي حضرتك طرحته اللي هو بالنسبة للضرر، حضرتك دلوقتي لو في زوجة في مشاكل مع الزوج، الضرر أيا كان نوعه بقى لعدم الإنفاق أو لسوء العشرة، هي كأول إجراء بتعمله اللي هو مثلا محضر شرطة بتثبت فيه الضرر وبترفع بيه قضية طلاق للضرر. بيترتب على ذلك إن ثبت وخدت حكم، حقوقها الشرعية المترتبة على ذلك من مؤخر وعدة ونفقة عدة ونفقة متعة، وطبعا بالإضافة لحقوق الأخرى اللي هي قائمة الزوجية، وإذا كان في صغار بتاخد نفقة صغار. دي نقول للحقوق الشرعية المترتبة على الطلاق للضرر. تمام. جميل. يعني لما بيتأتى ضرر على الزوجة هنا بتاخد حقوقها الشرعية كلها، بس أكيد. تحت نطاق ان هي تعمل محضر او تثبت الواقع، ده شيء تثبت شيء الضرر. جميل. اما انعجزت بقى عن اثبات الضرر بيبقى في طريق اخر اللي هو الخلع طبعا. ايوه، بس الخلع ما بيبقاش فيه اي الخلع طبعا بتتنازل عن حقوقها الشرعية، ولكن القايمة ملهاش دعوة بالحقوق الشرعية ولا نفقة الصغار، هي بترد بس مقدم المهر بس كده. بس كده، ده الفرق. طب كويس. وحتى الخلع كمان هو مشابه لحاجه اسمها الطلاق على الابراء. هو الوجه الاخر لنفس العمله. يعني في الطلاق على الابراء، الوجه الاخر ليه اللي هو الخلع اللي هو بتتنازل عن حقوق الشرعيه المترتبه على الطلاق. تمام. طيب عايزين برضو نعرف الزوجه اللي هي بتنول من زوجها العنت في المشاعر او البخل في المشاعر، في الانفاق، في كل ما يخص الزوجه من حقوق. هنا لو مثلا هي طلبت بحقوقها، ايه حقوقها في الشرع او ايه حقوقها في القانون؟ وعامة البيوت قايمة على صبر النساء. عامة البيوت قايمة على صبر النساء. صحيح. وبنأكد على حاجة اسمها ثقافة الزواج. ما هو مش من أول مشكلة أو من أول يوم ما يصرفش فيه نجري على المحاكم. ده بيترك أثر سيء بيزيد من المشكلة سوء. فإذا كان هناك وقع من وقائع اللي هو عدم الإنفاق أو وجود ضرر زي ما أنا ذكرت، هي بتلجأ للمحكمة مكتب التسوية، بتقدم طلب لتسوية الأمر وبتختر الزوج. إذا جه وتجاوب وهينفق أو مش هينفق وهيحل الموضوع بشكل ودي ولكن قانوني وتم إفراغه في محضر تسوية بمحكمة الأسرة كان بها. إن لم يلتزم بتلجأ للمحكمة الكبيرة طبعا وبترفع القضية وبتاخد درجاتها. دلوقتي يعني نقدر نقول الحمد لله في خلال 6 شهور بكون واخد حكم بالنفقة. يعني خلال 6 شهور بتاخد حكم بالنفقة؟ بالزبط. بس متهيألي حضرتك ده برضو بيرجع للاختيار الخاطئ أو مثلا للتصرح في الزواج، صح؟ أو أنا كنت برضو قبل كده برضو، لأن احنا في المجال الاجتماعي بقالنا أكتر من 10-11 سنة، احنا قلنا الاختيار نمرة 2، عدم التسرع نمرة 3، طول فترة الخطوبة أكيد ليها دخل وليها دور فيها اختبارات طبعا، لأن طبعا الزواج السريع بينتج عنه أطفال بسرعة، برضو بينتج عنه مشاكل بسرعه. فالمشاكل دي الطرفين الزوج او الزوجه ممكن يكونوا في منقع عن مشاكل كتير، بيكون الضحيه الاولى هو الطفل. طبعا بيتأتى عليها اولاد الشوارع. يعني هنا اولاد الشوارع بتتواجد بسبب الانفصال وفتت بسبب التفكك الاسري. غير كده كمان يا استاذه، حته اذا كنا هنتكلم في التسرع برضو والمشاكل اللي بتنتج عن الزواج السريع، بيكونش فيه تفاهم وثقافة الزواج برضو قلت، وتدخلاته الأسرية من جانب أبو الزوج وأم الزوج، والناحية التانية برضو أم الزوجة كعائلية. يعني الحاجات العائلية دي بتأثر، ومعظم الانفصال كله بقى في السنة الأولى أو الثانية من الزواج. صحيح. لأن مفيش تفاهم طبعا. صحيح. وبرضو في حتة الثقافة،
يعني في كتير عايز يتجوز، هي عايزه تتجوز، لا لا هي الثقافه المجتمعيه في حته ان هي عايزه تتجوز زي اختها وزي بنت خالتها وبنت فما عمتها، فما بتختارش الاختيار الصحيح. وعلى الرغم لا، وهي ممكن كمان ما تكونش تصلح للزواج، وممكن تكون اختيارها للزوجة خطأ برضه، وهو يعني برضه ممكن كمان على الجانبين، يعني خلي عندنا توازن. لا يا استاذ، لا لو هنتكلم بموضوعيه مثلا سي هقيس على نفسي، انا ما ينفعش في الجواز يبقى ما اتجوزش، مش لازم اتجوز عشان افرح امي وخلاص ومشاكل تزيد في البلد. نفس النظام، هي يعني لا تطاق، طبع سيء بس عايزه تتجوز، فبالتالي بنلجا بقى لاسلوب يعني اساليب التمثيل اللي هي هنقول بالمعنى البلدي اللي هو السحب، نسحب كده لحد ما نتجوز ونجيب طفل، وبعد كده ندخل بقى في الزواج الاستثماري بقى اللي هو اتجوزت خدت نفق صغير، خدت منزل حضانه، خدت يخشوا بقى في المتاهه بتاعت المحاكم ونرد تقول ومين اللي بتلجا، مين اللي بتقول مثلا ليه انتوا بتقولوا كده، هي في حد بيحب الطلاق دلوقتي؟ في بيحب الطلاق للأسف. كتير ده، كتير جدا في حالات كتير. موضوع الطلاق ده بقت منتشره، بقت موضه على فكره، وبيتباهوا بذلك طبعا. أكيد. القضايا دي عند حضرتك؟ لا ده للاسف يعني. ده بيتباهوا بذلك يعني، بقوا يتباهوا ان هم بيطلبوا هم مطلقات الانفصال. بيتباهوا للاسف يعني. كان قبل كده اولا اللفظ انا ما بحبوش يعني، لفظ جديد وتقيل ومؤلم، ومؤلم والاثر النفسي مؤلم. ولكن بقى في نوعيات دلوقتي واخدها استثمار يعني، يستثمروا طبعا. يمكن بمناسبة كلام حضرتك، أنا سمعت مقولة من شخصية، وشخصية المفروض إنها كويسة، بتقول لي إن أنا فيها إيه لما أتطلق؟ أنا المفروض إن الطلاق بالنسبة لي يعني الفرص للمطلقات أفضل من الفرص للبنات، قالتها لي بالنص كده. للأسف برضو زي ما قلت، في نوعيات لا تصلح للزواج، وعندهم الزواج يعني كوسيلة للتكسب يعني. ياه. طبعا بيختاروا شخصيات معينه بيبقى شاطرين شويه يعني. بس ده بيبقى فئه اكيد من البنات. هو للاسف هو برضه لو قلنا القاعده، ما هو بس هم اللي ظاهرين، هو في الزمن الحالي او في الوقت ظاهرين. الحالي على الرغم ان في نوعيات فعلا مطحونه ومظلومه جدا، وزوجات فعلا بتعاني. طبعا. واللي هي الزوجات اللي هي المستويات اللي نقدر نقول مستوى معيشه منخفض نوعا ما، تحت المتوسط. ده لو يوم او يومين الزوج تعثر او يعني بيتاثروا جامد يعني، مثلا عندها اصلا عندها تحمل للقادم، عندها حب لزوجها ولبيتها ولاولادها، عندها احتواء للاسره. طبعا برضو احنا بنتكلم على الحصاد، كل اللي احنا شايفينه ده حصاد سنين فاتت، حصاد افعال وحصاد سقوط على افعال في كل المجالات. هنلاقي بقى الطلاق كتر، في ملف مسكوت عنه بس انتشر بكثره، نسب الطلاق قد ايه النهارده؟ ملف الجرائم الزوجيه بقى في قتل وفي عنف دلوقتي. نسب الطلاق طبعا كانت عدت، انا اخر احصائيه كنت شايفها كانت 40%، كانت هي بتزيد، هي بتزيد عن كل سنه، بتزيد. بقول لك رول محكمه الاسره مخيف. ما الفرق بين دعوه الطلاق للردود والخلع؟ ايه الفرق بينهم؟ دعوة الطلاق للضرر والخلع. دعوة الطلاق للضرر حضرتك هي كان في ضرر، ولكن هنقول في ضرر ونجحت في اثبات هذا الضرر، فبالتالي بتحصل على طلاق للضرر لعدم الانفاق او لسوء العشره او لاي سبب اخر لضرر وقع عليها، فبالتالي بتلجا للمحكمه وبتاخد كل حقوقها كامله بما فيها نفقة العدة والمتعة والمؤخر وقائمة الزوجية. طبعا ملهاش دعوة بالحدود بس، لكن بتاخدها. أما بالنسبة للخلع، إذا عجزت عن إثبات الضرر بتلجأ للخلع، وفي الحالة دي هي بتتنازل عن حقوقها الشرعية المتمثلة في نفقة العدة والمتعة والمؤخر، وبترد مقدم الصداق. وبرضو عشان نفهم ناس، الخلع ملوش دعوة بقائمة المنقولات، في تلك الحالتين بتاخدها. نفقة الصغار ملهاش دعوة بكل ده برضو لوحدها. كل بس حاجة ده شيء يعني جميل جدا. انا اول مره يمكن اعرف من حضرتك المعلومه دي. انا اسمع ان الخلع يعني انت بتطلعي من بيتك، يعني كويس ان طلعتي بالهدوم اللي عليكي، ده اللي انا اسمعه. لا هو القانون حضرتك بالنسبه للخلع بتنازل عن حقوق الشرعيه فقط، قايمه المقولات في تلك الحالات او في تلك الميت حاله ملهاش دعوه باي حاجه من دول خالص، ولا دعوه بالضرر ولا لها بالخلع. القايمه قايمه المقولات بتاخدها. قد ايه الوقت اللي انا برفع دعوه؟ معانا بس تليفون يا استاذ احمد. معانا مدام ايمان من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير دكتوره هاجر. مساء النور. مساء النور يا استاذ احمد. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. كنت عايزه اسال استاذ وليد طبعا بس على حاجات بالنسبه للمشاكل الزوجيه.
هو انا كنت تزوجت، وكان يعني الزواج كان سريع، كان حوالي قعدت بس خطوبة 6 شهور، وبعد كده اتفاجئت بشخصية تانية تماما بعد الزواج. كان بخيل جدا، بعد كده بقى عندي طفلين، وبقالي متزوجة دلوقتي حوالي 13 سنة. طبعا الولاد بدأوا المشاكل بتزيد بالنسبة للولاد جامد جدا. عدم الانفاق بدأ لما الولاد مصاريفهم بتزيد، بقى يرفض تماما مصاريف الولاد، بقى في مشاكل جامدة جدا. فكنت عايزة أعرف لو دلوقتي إن أنا عايزة أعمل مثلا نفقة للولاد، بتتحسب إزاي؟ يعني إيه الحد الأدنى بالنسبة لإن أنا أقدر إن أنا ما أروح المحكمة؟ إن هل في حد أدنى المصاريف للولاد في النفقة؟ يعني في هل في في قانون بيديني من المرتب حد أدنى لنفقة الصغار، ولا إن هي تبقى بتتحسب إزاي النفقة؟ هل انت على ذمته، انت على ذمته ولا في انفصال؟ استاذه ايمان، انت على ذمته ولا لسه لحد الان على ذمته؟ طبعا قبل ما نتكلم في موضوعها، يمكن هي شملت كام جزئيه من اللي احنا قلناهم. غالبا في تسرع في الزواج، طبعا سيب حضرتك تحلل الموضوع. ايوه في تسرع، في عدم معرفه في بعد الزواج، فهسيب حضرتك تحلل. طبعا لا، هو مبدئيا انت استاذه، يعني انت قلتي في تسرع واضفتي بقالكم 13 سنه. طب يعني انا البخل ده، البخل ده بيظهر في اول شهر، تاني شهر، تالت شهر. معانا استاذه وفاء؟ مع حضرتك. هو معايا دايما ان انت دايما بنقول ان احنا هنستحمل، احتمال بعد اول طفل هيتغير، احتمال ان هو اكيد هيبقى الموضوع لازم نستحمل عشان خاطر الحياه تمشي. وبالنسبه للست المصريه بيبقى نسبه الطلاق دي، بيبقى كلمه طلاق دي بتبقى صعبه جدا، فدايما تحملي 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 لحد ما بتوصل ان انت بيوصل ان الطفل نفسه هو اللي بيتأذى نفسيا، بيبدا ان الطفل نفسه كاره العيشه، كاره الوضع، مشاكل يوميه بسبب ان الطفل ليه ملتزمات في المدرسه، ليه عايز دروس. الطفل كل ما بيكبر كل ما الدايره يعني في قوه الاحتمال بتبقى بتقل، لان هي بيوصل الموضوع. ما انا دلوقتي يا استاذه ايمان ولا وفاء، قلت لي ايمان. يا استاذه ايمان، انت على فكره يعني قانونا ممكن تشتكيه بنفقه للصغار وانت على ذمته، وممكن تشتكيه كمان بنفقه الزوجيه وانت على ذمته. اما بالنسبه للنفقه تتحدد ازاي، دي على اثار الزوج طبعا وعلى حسب مهنته ودخله. وبالنسبه يعني هنقول صغير نفقته، الصغير الواحد هتبقى 500 جنيه في الشهر مثلا اقل حاجه. تتكلم ان عندها ابن كبير 13 سنه برضه في حدود 500 جنيه للاثنين، يعني ده 500 وده 500. طب في الفتره الحاليه حضرتك ال 500 جنيه وليها نفقه زوجيه، هي يعني ممكن تشتكيه وهي على ذمته. استاذه وفاء انت معانا؟ يعني؟ ايه؟ لا حق اللي هي تشتكي. طيب انت عملتي يعني خدتي اي اجراء قانوني؟ انا عملت هي النفقه، بس يعني احنا المفروض ان هي لسه ما فيش اي حاجه. طبعا احنا بقى لنا 3 شهور بس لسه ما فيش اي حاجه اتحددت، يعني لسه محكمه الاسره. بس القصة طبعا انت في اطفال وفي المصاريف، وكنت عايزه اسال معلش. طيب دلوقتي هي المفروض ان لو انا عملت قضيه طلاق، ان انا شقه الحضانه او مسكن الحضانه، ان هو المفروض لحد سن 15 سنه. طب بعد ما الطفل ما يعني ما يوصل ل 15 سنه، يعني انا عندي طفل مثلا عنده حوالي 12 سنه، الطفل ده بعد ما يوصل ل 15 سنه المفروض ان انا هروح بيهم فين؟ يعني هو دلوقتي ان هو لو انا فعلا يعني حصل انفصال، الطفل ده ان هو بعد ما 15 سنه دي هيروح فين؟ يعني دي يعني دي قضيه مهمه جدا. المفروض ان مسكن الحضانه ده لحد ما الاطفال بتكمل 15 سنه. طيب بعد كده هل لو انا ما عنديش ان انا اروح مسكن تاني، ما عنديش القدره ان انا اروح مسكن تاني، وان الطفل دوت رافض ان هو يعيش مع والده، او ان هو والده اتزوج وان هو شاف حياته، وان الطفل مش هيقدر ان هو يروح يكمل معاه حياته، هل انا مجبر ان انا يا اما اكمل حياتي استاذه ايمان؟ استاذه ايمان انا استاذه ايمان اسمعيني بقى كويس. حضرتك بتشتغلي ايه؟ لا انا مش بشتغل، انا ربة منزل. بصي يا استاذه ايمان، يا ربة المنزل اللي انت بتتكلمي فيه ده اخطر قانون بيتعمل وبتمر بيه قوانين الاحوال الشخصيه، اللي هو سن الحضانه. سن الحضانه عليه حرب بقى له 10 سنين. انت بتتكلمي بتقولي 15 سنه، لا ده في اصوات بتنادي وانا واحد منهم ان سن الحضانه ينزل تاني ل7 و9. ده نمره واحد. نمره اتنين، مسكن الحضانه مقرر للاطفال مش لحضرتك. نمره ثلاثه، مجرد ما بينتهي السن من حق الزوج ان هو يسترد مسكن الحضانه اللي هو مقرر للاطفال.
فاللي انت بتتكلمي فيه ده هو مشكلة بيعاني منها بعض الزوجات، ولكن دي أنابل موقوتة وانفجارات. شوف أنا بقول لك إيه، في وسط القانون، قانون الأحوال الشخصية إحنا اتكلمنا وقلنا عليه من زمان إنه محتاج لإعادة تقييم، ومحتاج لقانون واحد شامل كامل يحقق العدالة للكل، للطفل قبل الكل، وللمرأة وللرجل، بالإضافة إلى إنه ما بيحميش حد. نمرة ثلاثة إنه هو يقرر مراعاة ظروف الزوج والزوجة والصغير بما يتناسب مع كل حالة. فأنت بتكلمي في قانون كل ما يناقشوه يبعتوه للأزهر ويرجعوه تاني، أو يبعتوه للأزهر ويرجعوه تاني وموافقات وكتير. يعني احنا نتمنى أن يتم حسم هذه القوانين. شكرا. أستاذة أمين معنا؟ أيوة. طبعا أستاذ وليد رد على حضرتك، في سؤال تاني؟ لا، هو بس ان انا بتكلم فيه ان في بيوت كتيره جدا قايمه على فكره الزواج، وبيبقى في بينهم مشاكل جامده جدا علشان خاطر القانون دوت، ان هي ما عندهاش، هي مثلا ممكن والدها ووالدتها متوفيين، وان هي ما عندهاش القدره الماديه ان هي تنفصل في مسكن تاني، فان هي بتحاول ان هي بيبقى يعني بيطلعوا اصلا الاطفال نفسيا متدمرين بسبب ان هم قاعدين. الاطفال النفسيين المتدمرين دول حضرتك صبرتي 13 سنه يا استاذه ايمان. لسه كنت هقول لها يعني انا هحللها لك يعني بالجانب النفسي، يعني استاذ وليد حللها لك بالجانب القضائي، انا كنت هقولها لك بالجانب النفسي. حضرتك يا استاذه امين صبرتي، تحملتي سنوات طويله من عمرك، كانت الضحيه وكانت الموضوع في الاخر اللي بيدفع ثمنه الاولاد. فين انت في الاول لما اكتشفتي جزئيه ان انا مع انسان بخيل، مع انسان ما عندهوش انفاق عليا وعلى الاولاد، انسان فيه بعض المساوئ، انسان فيه عند في حياته، في ستوب هنا قبل ما يجي بيبي واتنين، انما انت بتتكلمي في طفلين، فبرضه في عائق عند حضرتك، فما تحمليش الكدر او الكم كله عند الزوج. في من ناحيتك برضو ان انت صبرتي وتحملتي، فالاولاد دي هتسالك حق برضو يوم القيامه انك انت اعطيتيهم وقت طويل من عمرهم ضاع. اكتشفتي المشاكل دي امتى يا استاذه ايمان؟ احنا من اول الزواج. طيب بدايه الزواج يعني كان المفروض تعملي ستوب، كان سهل تدارك هذا الامر يعني. كان عندك انت انجبتي على طول يا استاذه ايمان؟ احنا بيبقى انت عارفه بالنسبه لنا بيبقى قصه ان انت طلاق ولا ما ينفعش، لازم تتحملي خلاص، طب دي اول طفل اكيد هيتغير حبيبه قلبي دوت عندنا. ما ده الغلط، ده الغلط يا استاذه امين، بس هو ده اللي بيحصل في الفعل. ما هو دلوقتي ما احنا بندفع الثمن، يعني طولت قصرت، احنا ما عملناش ده من 13 سنه، ما احنا بنعمله دلوقتي، ما اللي هيتقال من 13 سنه بيتقال النهارده، واللي بننتظر عشان ابننا يجي بكره، ما احنا دلوقتي هما بيدفعوا ثمن الاولاد، يعني الاولاد هنا هما اللي بيكونوا بيسموهم ايه، بيسموه في وش المدفع، هقولها لك بالعربي قوي كده. اشكرك يا استاذه امين، وان شاء الله ربنا يصلح الحال، ربنا يهدي الامور، وبرده تابعينا هتسمعي برده ان شاء الله كلام يفيدك من استاذ وليد. اشكرك يا استاذه امين. طبعا حضرتك استاذ وليد سامع الكلام، يمكن سبحان الله نصت على كل الجزئيات اللي احنا اتكلمنا فيها. استاذه دايما عندنا المبرر، ما المبرر ان هي ما كانتش عايزه تنفصل علشان خاطر الكلام. طب ما هو دلوقتي برضه هو هيبقى يعني هو الكلام، هي كانت خايفه من كلام الناس ليها، بالعكس احنا هنرجع دلوقتي على ايه، يعني هو لو هنقول مثلا العصره كانت في حفره صغيره، دلوقتي العصره كبير. صحيح، هتروح التعصب في الاول كان هيكون مثلا على بيبي واحد، على ما فيش اصلا بيبيهات، دلوقتي في اولاد بتتعصب، ممكن تكون تشتغل تقضي حياتها بالطريقه الصحيحه، كان ممكن يكون طفل واحد او ما يكونش في اطفال خالص. انا زي ما قلت الاطفال هم اللي بيشيلوا كل الوزر. طبعا الاطفال هم اللي بيكونوا الضحيه بالنسبه لاولياء الامور اللي بيتسابوا في امر منذ مشاكل بيعملوها مع بعض، اللي هم دايما في الدوام على طول مشاكل. طب اخره المشاكل دي فين؟ ما بيحصل فيها خلاص تفكك، بيدفع ثمنها الاولاد. بس انا برضو ما زلت يمكن مصر اطفال الشوارع، البيوت برضو قايمه على صبر النساء، ما زلت مصر وهتقول متحامل على المراه، لا هي قايمه على صبر النساء برضو اكيد مصر. طبعا حتى لو معانا تليفون استاذ محمد من المنيا، اتفضل استاذ محمد.
السلام عليكم. الخط قطع. طيب ان شاء الله ترجع لينا تاني يا استاذ محمد. حضرتك استاذ وليد، زي ما استاذ احمد قال ان بيدفع الثمن الاولاد. يمكن انا من فتره كنت عامله مبادره عن اطفال الشوارع، ونزلت عملت معاهم لقاء واتكلمت معاهم، مش هقول لك كلهم ولكن ممكن نقول التلت او النص. بابايا ومامتي انفصلوا عن بعض، انا مع جوز مامتي فمش عارف اعيش. انا اكثر الاولاد بقت على نفس النهج او نفس الموضوع، ان هم تفتتوا الاسري. اكيد. وعامه زي ما انا قلت الاطفال هم الضحايا. ايوه ضحايا العند والخلاف، ضحايا صراع الحمقى. ساعات بيكون الزوج والزوجه حمقى وصراعهم شديد والخلافات بتبلغ لمرحله ان هم بتبقى حرب، اللي بيدفع ثمنها فعلا الاطفال. وما في طفل انفصال الا بيكون عنده يعني هنقول زي تعب نفسي او متاثر باللي حصل، ولازم بياخد جنب من يعني هو بيحاول ان هو يكون هنا او هنا، ولكن الظروف بتجبرنا ياخد جنب من الجنبين مجبر على ذلك عشان يتعايش. العوائق النفسية بتتم طبعا عند الطفل وهو صغير بسبب الأسرة أو الاحتياج للأسرة. في أوساط، هنقول مثلا هيراعوا الأطفال، إنك في أوساط بتهمل الأطفال، الأطفال بتضيع. بالفعل. أكيد. بالفعل. أكيد. السلام عليكم، معنا اتصال. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه. معلش استنى خليني أفضي من الكراهية. اهلا بيك يا استاذ سامي، اتفضل. الله يخليك يا فندم. انا عايز اشكر زوجتي لانها وقفت جنبي كتير جدا جدا جدا. نموذج محترم. تحياتنا ليك يا استاذ. اتفضل. تحياتي ليك يا استاذ. انا فعلا وعاوز اقعد الاستاذ، انا ما اعرفش من حضرته فعلا، ما زالت البيوت قائمه على صبر النساء. شكرا ليك يا استاذ. وبأيده جدا جدا جدا، لان الست لو مش كانت صبوره في البيت بأمانة الست فعلا مش البيت ممكن ما يمشيش. صحيح. صح. ما يمشيش يقف على طول البيت. انا بكلمك انا فلاح يعني، انا من الشرقيه وانا صنايع يعني بس انا كان متعلم معايا دبلوم تجاره. بس انا بحب اشكر زوجتي ان هو في الجنب يسمحنا كتير جو وبدانا وهي حياتنا من الصفر. تحياتي ليكم. جميل، رمزي للوفاء يا استاذ وليد. معانا دلوقتي ثلاث اولاد وبنين بيتنا وعايشين بما يرضي الله والحمد لله. الحمد لله. ربنا يزيدكم ان شاء الله وتفضلوا دايما في ترابط كده. اتفضل. الحمد لله والف الف شكر، وانا ممتن جدا بالمداخله الجميله دي والله. ميرسي حضرتك واحنا بنشكرك كتير. ميرسي. طبعا تحية للأستاذ اللي اتصل. ده نموذج برضو للناس اللي برضو زي ما في الوضع كده، في الوضع برضو اللي هو في مساواه. جميل. أنا قلت لك يا أستاذ ما في البيوت قايمة على صبر النساء. بالفعل. التسرع والشكوى وكثرة الشكوى، وواحدة بتنصح واحدة وبتنصحها غلط. أنا كان ليا مقولة قلتها قبل كده برضه، وراء كل امرأة فاشلة، امرأة فاشلة أخرى نصحتها. بالفعل. المفروض اللي في عندك مشكلة مع الزوج ما تحكيهاش لحد وما تقضيش بنصيحتها. كثرة الشكوى تبقى ساعات واقفة على سبب صغير هتشجعها إن هي تاخد موقف تندم عليه طول عمرها. صحيح. للأسف. صحيح. طب الصبر ده ملوش حدود بالنسبة للمرأة يعني؟ بمعنى إيه يا أستاذ أحمد؟ الصبر ملوش حدود. الصبر النهاردة أنا صبرت. مرة في اثنين في ثلاثة في عشرة في سنة في سنتين لحد ما وصلنا لعشر سنين صبرت. بنصبر مع بعض. زي موضوع وفاء. بس المشكلة هي ما بتتغيرش. هيكون ايه حل المرأة؟ ما انا قلت لك بقى في ليها حقوقها تاخدها عن طريق القانون. وبقى عايز اقول لك على حاجة، ان الله مع الصابرين. يعني انها بتنول في الاخر الخير. او بتنول في الاخر ربنا مع الصابرين درجة كويسة. يعني انت عايز ايه تاني يعني؟ وبعدين ما انت عندك 100 مثل للناس قبل كده، وعندك مثل موجود برضو في الدين لزوجات صبرت. يعني عندنا مثل لزوجات صبرت. ما هي الدنيا مش رحله للملاهي يا استاذ احمد، ده ربنا خلق الانسان في كبد يعني. صحيح. طيب في جزئيه بقى عايز اسال حضرتك فيها بناء عن شخصيه هي عرض عليا قصه. تمام. بتتكلم على انها تم خيانه بينها وبين زوجها من ناحيتها هي، وهي معترفه بده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سطر عليها وان هي ما حدش عرف عنها حاجه.
هي حاطه في بالها ان هي لازم تنفصل او ان هي لازم تعمل ستوب لحياتها عشان خاطر تكفر عن الذنب ده، او ان هي مثلا تحس انها مش مذنبه. يعني هي رأي حضرتك في ستوب لحياتها ايه، انتحار ولا ستوب لا لا حياتها تطلق؟ لا انفصال. لا هو انا عايز اقول لك على حاجه، ان انا احكم او اقرر هي تعمل ايه، انا ماليش ان انا اعمل كده. اولا الذنب اللي عملته او الجرم اللي هي عملته بينها وبين ربنا احنا ما نتدخلش فيه، ولا انصحها تعمل ايه، بل بالعكس موقف زي ده هو بينها وبين ربنا احنا مالناش دعوه بيه خالص، ولا نقول لها انفصلي ولا نقول لها كملي، احنا مالناش دعوه. ما انا لازم، ما انا عايز اسال حضرتك حكم الشرع هنا او حكم برضو القانون. ما حكم قانون ايه دي يا استاذ؟ الانفصال يا استاذ. هي معترفه ده مع نفسها، يعني الشخصيه دي بتقول لي انها معترفه ده مع نفسها، ولكن الجميع لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. طيب. فهنا هي عايزه تعرف هي ينفع تكمل ولا المفروض انها تعمل ستوب لحياتها وتنفي كل حاجه عشان تكفر عن الذنب ده. لا والله تسال بقى حد في دار الافتاء. يعني المفروض المجال ده يخش في الدين. دار الافتاء. عامه منظومه قوانين الاحوال الشخصيه كلها بترجع مصدرها ومقالها الشريعه الاسلاميه. جميل. طيب خلينا بقى على درايه او على علم ان الزوج على علم ان زوجته خائنه، او الزوجه على علم ان زوجها على خيانه. ايه هنا حكم القانون؟ موضوعك بقى. لا بس هقول لك، هنقول مثل يعني. اتفضل. احمد ومنى. اوكي. معانا اتصال، طب ناخده الاول وترد عليه على السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه بوسي اهلا بيك يا استاذه بوسي، اتفضلي. اهلا بيك يا استاذه هاجر، ازي حضرتك عامله ايه؟ تمام يا حبيبي الحمد لله. مساء الخير عليكي وعلى استاذ احمد وعلى استاذ وليد. مساء النور عليك يا فندم. مساء النور عليك يا استاذه بوسي. انا بصي عندي سؤال، بس قبلها بس عايزه اعلق. سمعت حضرتك كنت بتتكلمي على مشكله واحده خانت جوزها وهو ما يعرفش. انا من رايي ان هي تروح لدار افتاء وتطلع صدقه تكفر عن ذنبها باي طرق، ان هي لو قالت لجوزها هي هتهد البيت كده خالص. جميل. استاذ وليد قال نفس الكلام، قال انها تروح دار افتاء. يمكن هيتقبل حاجه زي كده، لكن انا من رايي بدل ما هو ممكن، والله اعلم بالخيانه، ممكن تكون خيانه في مشاعر بس، خيانه تليفون ايا كان، بس هي في الاخر خيانه. كلها خيانه. ربنا يسامحها طبعا، هي كلها خيانه. بس ربنا يسامحها طبعا على الذنب ده، بس انا من رايي ان هي ما تقولش لزوجها. بلاش يعني يكون عندها جهر بالموقف، ما ينفعش صح؟ بالظبط. لكن هي طبعا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستره ما ينفعش العبد يفضح نفسه فيه. هو ربنا سترها بدليل ان جوزها ما عرفش. صحيح. ولو ربنا كان رايد ان جوزها يعرف كان هيعرف. صحيح. دي بالنسبه للمشكله دي. انا عندي مشكله بستات واحده صاحبتي. اتفضلي. هي كانت متزوجه، هي بقى لها 10 سنين عن حب، هو قريبها. وعندها 3 اولاد، 2 توأم وولد، يعني ولدين وبنت يعني. وهي كانت عايشه متيسره جدا في التجمع. ف جه حصل ان هم اختلفوا زي اي اختلاف عادي، بدا يهينها، بدا يقل منها، هو بقى ان هي وقفت معاه بس هو بقى متيسر زياده، عمال يزيد في ثروته. وهي طب معلش يا استاذه بوسي، هو كان كويس وبعدين اختلف؟ هو كان كويس جدا، هم واخدين بعض عن حب، انا كنت بشوفهم يعني، احنا كنا اصحاب من واحنا في الجامعه، وهم كانوا بيحبوا بعض حب رهيب، هم قرايب اصلا. وهي من اسكندريه بس هي عاشت في القاهره. فهي جت التزمت انتقبت، فهو شغال في السياحه والطيران وبيسافر. انا هخليها بعد كده تسمع الحلقه بتاعت حضرتك، ان انا هسالكم في كذا حاجه يعني تخص موضوعها. فجت هي اختلفت معاه ان هو دايما بيقلل منها، بص شكلك عامل ازاي، بدات تهمل من نفسها. هقول الصراحه ان هي واثقه جدا من حبه ليها، واثقه جدا من مشاعره ليها. تم التقصير من الاولاد وبالثلاث اولاد، وده للاسف الغلطه اللي بتحدث. دي الغلطه طبعا اللي هي وقعت فيها. فجت في مره في مشكله، هو بدا البنات كلها حواليه، هو برده شاب وغني وكلام من ده. فهي جت في مشكله، حد شبه وقع بينها وبينه، فسابت البيت ومشت. جت هنا اسكندريه، سابت كل حاجتها، ذهبها، لبسها، كله كله كله، على اساس ان هي مشكله وهو هيجي يصالحها. اللي حصل ان حصل عكس كده تماما، ان المشكله زادت بقى لها اكتر من سنه. والاول اتمنعت من هي تشوف اولادها، بعدين بداوا تشوف اولادها مره كل فتره. واخد منها الاولاد. عملتها مفيش حد عارف يصلح ما بينهم، ان حد بيتدخل. حضرتك بتقول ايه؟ الاولاد هو مش معاها. خد منها الاولاد؟ لا، الاولاد معاه، هو كان معاه، هو هي حاليا اخدتهم. في زياره يعني قامت هي واخداهم وما رجعتهمش تاني دي، ونقلت ورقهم. هي رفع عليه قضيه طلاق بس لسه ما تنفذش الحكم.
ولا باعت كل ذهبها اللي هو الشخصي بقى بتاع باباها. طبعا بقت عايشة في حياة صعبة جدا جدا فوق ما تتخيلي. انت شايفه ان هي طبعا اتسرعت يا استاذه؟ انا شايفة ان هي اتسرعت، وهو للأسف بتاع بنات برضو، ان هو خلال السنتين اللي هم بعدوا فيها عن بعض هو اتجوز مرة واثنين وطلق. بتاع بنات واتجوز. ها هو اتجوز مرة انت واثنين شكلك كده وطلق. ايه حضرتك يعني بتشجع مثنى وثلاث هو ده ورباع. حقه، ايه المشكلة؟ يعني ايه بتاع تمام. بنات لا احنا واتجوز كده يعني؟ هنخش في مجال تاني، نكمل مجال استاذة بوسي وبعدين نتكلم. اتفضلي يا هي ما استاذة. كانتش يعني، هي المشكلة ان اللي انا بتكلم فيها ان هو الاهل هم اوريدي قرايب، بس ما حدش اتدخل للخير ابدا. كل بيتدخل ازاي يبعدوا عن بعض، ازاي ينفصل ما حدش بدخل بنية خير للصلح. خالص، ما حدش بيفكر ان هو يتدخل للخير خالص. فهي هل ينفع مثلا ان يعني حاجة تبع محكمة أسرة او اي حاجة تحاول تتوسط ما بينهم او تتواصل ما بينهم؟ يعني انا عشان ده اللي انا بسأل فيه. هو كمحكمة يا أستاذة، لأ، هو محتاجين حد بس تكون نيته خالصة لله كده، يكون داخل بنيته الصلح، صح، يسعى يلم ويأخذ الشمل الموضوع تاني جدي ويقعدهم مع بعض ويحاول يصلح ما تم كسره يعني. وبعدين هي مفيش حد اتسرعت. بيصلح. هي دلوقتي كأنها قدام منه، كأنها خاطفة الأولاد. طب ما أنا عارف. يعني هي مستخبية في مكان، ومخبية عيالها في شقة معاهم في نفس المكان، مكانها فين؟ وهي مكان هي والله يا استاذه بوسي هنا يعني زي ما استاذ وليد قال لك، المفروض ان يتدخل حد للم الشمل للصلح. وبشكرك على اتصالك استاذ وليد. طبعا انت رديت على الاستاذه بوسي. بس في حاجه كمان، ان اتفضل. الزوجه دي يعني تحاول تقابله بطريقه ما وتقعد معاه وهي اللي تسعى يحصل ما وموضوع بينهم الولاد. تآلف، لان يعني مبدئيا اللي بينهم كان حب، كان ترابط، كان هي حاجه اتسرعت، طيبه، وهي اتسرعت في وهي حته اخطات. الغيره وكلام من ده. انا طب بقى هي مش ازاي مع ترجع المرأة له؟ اللي هي يا تتصرع في باشا، اي حاجة طب زي هي كده. ازاي ترجع له وهو متجوز مره والتانيه؟ يعني اتجوز واحده واتنين، ما واضح ان هي عايزه لك ان في سوء تصرف. اخذنا الاطفال في الزياره، اكيد زاد من الامر سوء. وممكن طبعا. نرجع لحضرتك قلته في مبدئيا، ان بلاش الاستماع للصحبة وللصديق ايوه وللأخ وللأخت وللأقارب، لأن يمكن ده اللي الأستاذة بوسي ذكرته لما قالت ان نوعا ما حد وقع ما بينهم او حد قال لها عليه حاجة. وبعدين الفضا بتاع بعض الزوجات بيخيل لهم ساعات حاجات وحشة، لأن ايوه ده ايوه انا بكون زوجي بيخوني. متفرغة بقى للزوج، اه بس ده انا زوجي ده براقبك، بيخوني، ده حطاك بيتكلم في وحاطاه اطار تحت مراقبة. الميكروسكوف وخانقاه. وابسط وصفة عندهم الخيانة، على الرغم من الراجل يعني لفظ الخيانة للراجل ده انا بعتبره يعني بحكم طبيعة الامور، يعني ايه يعرف واحدة؟ يعني ايه دخلني واتجوز عليا؟ دي مش خيانة. انت بقى لو كلمت حد ده خيانة. طب بص بقى استاذي هو خيانة علشان هو ما قالهاش، لكن هو لو صريح معاها ويقول لها انا اتعرفت لان في اذن وهتجوز كمان. يبقى كده. لا مفيش اذن، لا هو انا في يبقى اذن على فكره، اسمه ارجع للدين لا حضرتك. رد انا مش هستأذن، بس إن العلم براحتي بعطيها العلم. طب استنوا بقى، استنوا استنوا، عشان انا عندي معلومه ان المفروض يكون في علم للزوجه وردت ام ابت، صح ولا انا التشريعات غلطانه؟ اللي اتدخلت بقى وقالت لا ان مش هو تشريعات، ده لا ده لا شرع لا ربنا. لا لا يا استاذ، انا من حقي اتجوز اتنين وتلاته واربعه طالما مقتدر وعندي القدره، بس مين عاقل في الزمان ده طيب يتجوز اتنين؟ خلينا ومين بقى ستوب مقتدر عند ده الحته دي، مثلا؟ مين عاقل في الزمان ده خلينا يتجوز ستوب اتنين؟ كده عند الحته دي، استنى. بص دلوقتي حضرتك قلت مثنى وثلاثه ورباع، شرع ربنا سبحانه وتعالى، فين الحقوق للزوجه؟ ما هو عشان انت التعدد، تتزوج هتقدر ما هو تعدل ما التعدد، بين ما هو الاولى التعدد والثانيه والثالثه، مشروط فين حقوقها؟ بالخوف من عدم العدل يعني. الله ينور عليك. يبقى زي ما نحط النمط ده نحط بس النمط عايز ده. اقول لك على حاجه يا استاذه، اتفضل. احنا برضو عشان يعني انا زي ما قلتها لك، مين عاقل في الزمان ده يتجوز اتنين؟ ما احنا يعني بقى اللي معاه بنتكلم عن واحده انا مبدأ الله الموضوع يعينه عشان يعني. ما نسلطش الرجاله على حريمهم منين يتجوزوا يا كده. انت كده استاذه؟ منين؟ وعندي حالات ما نادره. في ناس معاها، مش كل الناس ماشي، اللي معاها معهاش. بقى خلاص، ما هو مش كل الناس برضه، ما اللي معاهم دول عددهم مش كتير، مش ملايين يعني. ماشي اوكي، بس واللي معاه برضو مش هيكون في معاه جزئية. كمادة بس، انا معايا صبر، معايا اللي انا والله يا استاذ اتعامل احمد او انا اللي بسمع اقدر مواضيع اتعامل. ساعات يعني بقول انتوا عايشين في عالم تاني خالص، الناس مش لاقية تاكل يعني، الناس بتصحى من النوم في ساقية اكل العيش. طبعا مش طبعا بالفعل، دي حقيقة، دي حقيقة. بس برضو هرجع معاك عند نفس الجزئية. انتوا ما عندكوش فصل هنا يا جماعة؟ لا لا لا، نخلص الجزئية دي وبعدين نطلع الفاصل.
طب يعني المفروض ان احنا نتكلم في الجزئيه دي الاول يا استاذ محمد بعد اذنك، نطلع الجزئيه دي الاول بعدين طلعني فاصل. طب نطلع فاصل. بص استاذ الفاصل هزنقه على الهواء كده الموضوع ايه؟ خليك معايا يا استاذ محمد. بص يا استاذ الفاضل، دلوقتي الزوج مباح لي انه يتزوج في شرع الله سبحانه وتعالى، انا معاك في ده وما ينفعش خلفه، ولكن في حقوق واحد اتنين تلاتة، في مساواة، في عدل، في توافق في كل شيء. طب هو هل الزوج اللي هيتزوج على زوجته هيوفر لها الوقت، هيوفر لها الماديات، هيوفر لها المشاعر، هيوفر لها كل شيء بالعدل عشان هو هيتحاسب على دي زي دي بالظبط يوم القيامة؟ أكيد هيبقى في ميل، مفيش حد هيعدل العدل فين الكامل. السؤال بقى شاوري لي على السؤال. السؤال إن ما ينفعش يتجوز على مراته هو ده السؤال. المرأة هي المرأة صح كده؟ لا هو ما ينفعش إن هو يعني بلاش يعني إيه ننشر حتة مثنى وثلاث ورباع. هتسمعني في كل شيء وهتتجاوب في كل شيء وهتتجاوب شرعا وقانونا، لكن في نقطة التعدد دي تهد جبال. طيب المرأة هي المرأة. طب هرجع برضو مع جزئية صغيرة دلوقتي، الزوجة لو نقصت في حق زوجها حتى لو نسبة صغيرة بنرجع ونقول لها ايه؟ انت قصرتي، انت مخطئة، انت عندك خطأ واحد اتنين تلاتة، انت بنحمل المرأة كدر كبير قوي من العبء. تعالى بقى الزوج يقصر مع زوجته في واحد اتنين تلاتة، المفروض تبقي أصيلة، المفروض تبقي جدعة، المفروض تبقي وتد، المفروض تبقي سند، المفروض تبقي ضحك. هو أستاذ هو مين اللي بيتكلم كتير، الراجل ولا الست؟ يعني مين اللي كتير هو الشكوى؟ غالبا المرأة. غالبا المرأة. تمام. نرجع بقى برضو للمودة والرحمة، وإن احنا المودة نفهم والرحمة نفهم صح. الجواز صح، دول اتنين مقفول عليهم بيت واحد. احنا ما نعرفش عنهم حاجة ومش عايزين نعرف عنهم حاجة، ونقول يا رب هدي سرهم. مجرد ما الشكوى بتطلع من هنا بتبتدي الخلافات والمشاكل. الشكوى في صبر ورضا في سعاده، مفيش صبر مفيش رضا مفيش سعاده، مفيش بيت، في محاكم، في احكام، صحيح. في تشرد، في احكام نفقه، في حبس، في عيال تجري في الشارع، في فشار. احكام رؤيه، في حاجات كتير قوي. طيب احنا عشان نوازن بقى الكفه دي او ان احنا نقدر نلم الموقف بالعاميه كده عشان الناس تفهمنا، نحاول قدر المستطاع ان يبقى في تفاهم ما بين الزوج والزوجه زي ما حضرتك قلت، الموده والرحمه، ان نعرف كل واحد يعرف حقه فين او حدوده فين او التعامل بتاعه ماشي ازاي. تمام. ده الحل الوحيد. ونبعد ثقافه الزواج عن الخشب والحديد والصفيح والقايمه والكلام من ده. دي اول ده احنا لو دخلنا في الجزئيه دي مع حضرتك الناس تتكلم فيها، بس دي مجالاتها كبيره قوي يعني. لو اتكلمنا نتكلم عن الشباب، هو عامه إذاعة القرآن الكريم والأزهر وبرضو المؤسسات يركزوا شوية على ثقافة الزواج جامد ويوعوا طلبة الجامعة. أنا قلت يضاف مادة الأسرة اللي هي الأسرة في الدين، يعني لأن على فكرة هو الناس تتجاوب وتسمع رجل الدين لما يتكلم عن الزواج ومش هتتجاوب مع رجل القانون لما يتكلم عن الزواج، فرجل الدين هو اللي بيسمع له. كان اي مشكله بتحصل زمان كان بيلجأ للشيخ الجامع بياخد رايه، زي ما قلت المشكله اللي كانت عرضها من شويه الاستاذه قلت لها لا تروح دار الافتاء انا ما افتيش، لكن انا بقولها هتحترموا نفسكم وتعيشوا بهدوء داخل منزل زوجيه تسود الموده والرحمه، مش تحترموا نفسكم هتشرفونا وتاخدوا رول عندنا في محكمه الاسره. والكل خسران على فكره، مفيش حد كسبان على فكره. اللي بتفكر ان هي طالعه من الحرب دي كسبانه لا هي خسرانه، واللي بتفكر انه طالع كسبان لا هو خسران. الضحايا بتبقى الاولاد الضحايا اللي بيدفعوا ثمن صعب. نطلع الفاضل بقى ولا الفاصل؟ لا في سؤال تاني استاذ الفاصل. نطلع الفاضل استاذ الفاضل. نطلع الفاصل. طب انا عشان استاذ محمد بس، اتفضل استاذ محمد. تصرف في كل حاجه بتاعته، وجات خانته اخذت منه كل حاجه وضحكت عليه. ورجعنا لكم تاني من برنامج ابواب السعاده ومكملين مع ضيفنا المستمرين معاه، وهنساله السؤال اللي كنا هنساله قبل الهواء. اتفضل استاذ احمد. النهارده في زوج بيعمل توكيل عام لزوجته، زوجته بتسحب منه كل حاجه من غير ما هو يحس، وبعدين بتسيبه وتقول له انا طالبه منك الانفصال، وبتبص
ده الغدر منها ليه؟ والموضوع ده على فكره خطير جدا واحنا ما بننصحش بيه، لان طبعا النفوس ممكن تتغير بين يوم وليله. مهما كانت ثقتك الكامله وانت لجأت لهذا الموقف وعملت توكيل عام للزوجه، توقع اي رد فعل، والعكس برضه اللي بتعمل توكيل برضه للزوج، انتوا خدتوا قرار ان حصل خيانه او غدر تشيل وزره. ولكن الموضوع ده خطير جدا لان بينتج عنه تصرفات، بنلاقي فيه مواقف فعلا باعت كل شيء او اشترت كل حاجه باسمها وهو ما بيكونش ليه اي شيء يعني. فاحنا بنرفض موضوع التوكيلات ده على فكره. مرفوض طبعا وخطير. يكون ايه عواقبه ده؟ هو عواقبه ايه؟ ما هو كتصرف قانوني سليم، ولكن بقى بيدخل تحت بنود الغدر بقى. بنود الغدر المعاقب عليه شرعا من الجهتين صح؟ اكيد طبعا. طيب بمناسبة الجملة دي، أنا حضرت مع حضرتك ندوة عن العنف ضد المرأة. تمام. ولو تفتكر أنا أيدت كلامك جدا، لأن بصراحة كان كلام أستاذ وليد كان كلام رائع عجبني، وكان معانا مفتي مع احترامي طبعا للجميع، ولكن كان كلام أستاذ وليد كان منطقي وكان فيه محايدة. أكيد. طيب لما نقول بقى العنف ضد المرأة، لما يكون العنف ضد الرجل هنا إيه حكمه؟ العنف بأشكاله مرفوض. أكيد. العنف عنف، سواء ضد الرجل عنف مرفوض، ضد المرأة عنف مرفوض. أكيد. هو تقبل العنف بمعنى إن في اتنين اتعودوا حياتهم من البداية إن هم يزعقوا لبعض ويشخطوا بعض ويضربوا بعض، هم تقبلوا ذلك. ما يقولهاش بقى دي كرامتي وأنت كده جيتي عليا وأنت وأنت. هي مع أول موقف هي تقبلت الضربة أو العنف، وتقبلت خلاص عادي، ما تقبلتش وحطوا نقطة ومن أول السطر خلاص الموضوع منتهي. وبعدين انا برضو اتكلمت في حته العنف اللي هو انتوا بتتكلموا على العنف اللي هو ما بين الاربع جدران. طب انتوا ليه ما بتتكلموش على العنف ضد المراه اللي خارج الاربع جدران وفي الشارع؟ صحيح. ما بتحموش المراه ليه من صحيح. التحرش؟ ما فيش قوانين ليه يعني صارمه لحمايه المراه؟ وقلت ان المشاعر عنف عقوبة التحرش مهما وصلت مش كافيه. صحيح. انا قلت كل ما ياخدش الحياء العام يندرج تحت بند هتك العرض. لو في واحد خد عقوبه جديده واتنشرت، مفيش حد هيتحرش باي واحده ست او يتعرض لها او اي مارس اي عنف في الشارع. صحيح. يبقى من باب اولى حمايتها في الشارع الاول، وبعدين نتفرج هيحميها ازاي في البيت. صحيح. ده شيء يعني لابد من سماعه، يعني ان احنا يكون عندنا الثقافه وبأكد دي. وباكد برضو يا استاذه ان الموجود حاليا ده الحصاد. حصاد الفعل السيء والسكوت على الفعل السيء في كل المجالات. احنا جايين نفوق دلوقتي، ما احنا بنتكلم بقالنا سنين في كل المجالات على المعايير الأخلاقية والقواعد اللي بتحكم المجتمع والقانون والالتزام ودولة المؤسسات. السكوت على أغنية فاشلة، السكوت على تصرف فاشل، السكوت على فعل فاضح، السكوت على طفل مش متربي، السكوت على قانون ما بيحميش طفل، أو السكوت على قانون ما بيحميش. كل ده في حصاد اسمه الحصاد المر، فدي بضاعتكم وردت إليكم. أنتوا زعلانين ليه بقى دلوقتي؟ صحيح. كل ده بيبقى نتيجته العنف ضد المرأة وضد الرجل الاثنين عامة. مش 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 كده وبس، لا انا بتكلم عامة بوجه عام. السكوت على الافعال الضاره في المجتمع، كل الافعال، كل فعل ضار تم السكوت عليه ده مشاركه فيه. قصدك يعني لكل من يخطأ ياخد عقوبه قويه التاني يخاف منه؟ اكيد طبعا. بيبقى في ردع للقادم يعني في ايا كان المجالات. وموقف يتاخد من اول فعل ما تسكتش عليه لانه هيكرر. بالنسبة لسب الزوج لمراته ده ايه ده؟ ايه نوع السب حضرتك؟ سب الدين. سب في كل بكل حاجة. سب شتيمة مثلا؟ بشتيمة ولا سب اتهام بشيء؟ لا لا لا، باتهام، بشتيمة، بألفاظ، باتهام مواضيع مواقف يعني. يعني انت 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 عايز تخرج ليه؟ انت كنت بتكلمي مين؟ انت في شك، هو وصل لمرحلة شك النهاردة. فأصبح الأمر ده عامل لهم مشاكل كبيرة جدا في البيت. التصرف يكون ايه؟ هو عامة اذا الشك تسلل لأي مكان قضى عليه يعني. فاحنا يعني بنتمنى ان الكل يبقى عنده نوع من اليقين والثقة بالنفس. طب لو سب ألفاظ حضرتك، ما هو في ألفاظ بتتقال مش زي الشتيمة يعني. يعني هم يا جماعة انتوا بتتكلموا في زوج وزوجة بينهم أربع جدران، ستر ربنا سبحانه وتعالى ساترهم. انت في مجال نتكلم في الموضوع ده اللي بينهم بيبقى إلا إذا هي حست إن هي الكلمة دي أذتها ليها بقى رد فعل بالأهل بهدوء،
ما كانش وتجاوز وزود الموضوع ده بيأذيها نفسيا خلاص تنفصل، ومن الاول مش تيجي بعد 10 سنين بتتشتم وتقول لي انا عايز اتطلق. طب نفرض هي دلوقتي اول ما اتجوزت عاشت حياه سعيده جدا خلال اول 4 سنين من الجواز، خلفت اربع اولاد مثلا، كل سنه بتخلف ولد، جه في السنه الخامسه وغير امره معاها. حسيتي فظيعه قوي. يعني بكبر بقى في سنه خمسه مشي مع اولاد كبار شويه وبقى وحش. خلاص حد وحش. يا استاذ احمد في كده الموقف صعب قوي. برضه ما زلت باكد احنا الهوا بتاعنا خلاص يا جماعه. البيوت قايمه على صبر النساء وربنا يهدي. احلى كلمه سمعتها من الاستاذ وليد زهراني المحامي الناشط الحقوقي والمرشح لعضويه مجلس النقابه العامه. انا سعدت بلقائي مع حضرتك جدا. شكرك يا استاذ زهران بجد، وانا سعيد جدا بوجودك معانا يعني. شكرا. وعلى الهواء مباشره يعني. شكرا. وبكده بنكون ختمنا حلقتنا من برنامج ابواب السعاده، والى اللقاء في الحلقه القادمه. باي باي.